واحد بيقول هل يجب إعطاء الكاهن نقود لكي يذكر اسم مرحوم في القداس الإلهي، وهل هذه النقود تعتبر من العشور؟ طبعا مفروض أن الكاهن يذكر أي اسم، مش مسألة فلوس يعني، ومش دي مناسبتها. لكن انت جرب قول لي ربنا لو تسمح تذكر الاسم ده في الترحيم، فإن ما ذكروش تعرف ان هو من النوع اللي ما يجيش إلا بالفلوس، فأحسن تخلي واحد تاني يصلي بدال، لأن الصلاة اللي بالفلوس دي يعني تشكك.